أخ زميل صديق خادم العقيل، وبقول لك ألف مبروك بافتتاح المعرض الثاني توبي من جدة. صراحة يعني أنا كنت بتابع عملك من زمان، كان تعجبني جدا تصاميمك والستايل، طبعا البرسونا والاتيتود ويور ابييرنس في شغلك والديديكيشن اللي بتقدمها. واخيرا جمعنا فيث ورك توجذر، وانا طبعا هو لابس توبك وجيت تو سبورت يو بمناسبتك. الف مبروك ونتمنى لك دوام النجاح والتوفيق المستقبل ان شاء الله. بارك لحبيبنا طبعا حاتم عقيل، صديق من ايام الدراسه يعني، وما شاء الله تبارك الله يعني اليوم اللي بنشوفه ده يسعدنا وفرحنا فرح شديد، لانه فعلا يعني كان جس فكره، واليوم ما شاء الله ما شاء الله صارت حاجه على الواقع. احب كل مود اللي عنده، لانه الثياب تستاهل انه واحد يلبسها صراحه. يا رب نشوفه أكبر وأكبر ونشوف افتتاحه الكبير إن شاء الله في نيويورك. مبروك.